بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة ماجستير تخصص هندسة إلكترونية واتصالات، محاضرة اليوم المحاضرة الثانية في موضوع الانتليجنت انسترومنتيشن. المحاضرة الثانية هي استكمال لما جاء في المحاضرة الأولى من أساسيات في علم القياس وأجهزة التقيس. المحاضرة راح نجزئها إلى عدة أجزاء حتى نقلل من حجم الفيديو اللي راح نرسله. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن الخصائص المتحسسات، وقلنا هناك خصائص ستاتيكس وخصائص داينامكس. قبل ما نعرج على هذه الأمور نحب نوضح تعريف جدا مهم احنا تكلمنا عليه في المحاضرة الأولى، وهو what is a transducer. الترانسدوسر الحقيقة احنا قلنا عليه هو عبارة عن instrument أو device يقوم بتحويل الطاقة من شكل إلى آخر من شكل إلى آخر. ولكن هنالك بالنسبة للسنسر قلنا هو يقوم بتحويل الطاقة من أي شكل إلى شكل يعني electrical signal، إلى إشارة كهربائية قابلة للقياس. فإذا الترانسدوسر الحقيقة ممكن يقسم إلى قسمين، ما يسمى بالانبوت ترانسدوسر ونقصد به السنسرز المتحسسات، and output ترانسدوسر واللي نقصد به طبعا هنا الاكتويترز. الاكتويتر طبعا قلنا ترانسدوسر يقوم بتحويل الإشارة من شكل إلى آخر. إذا لاحظ هذا الشكل أمام الانبوت ترانسدوسر واللي نقصد به طبعا السنسر، واللي دائما على الأغلب نلقاه في مرحلة الفيدباك في منظومات السيطرة، لأنه يقوم بقياس إشارة الخرج الأوتبوت اللي إحنا نريد نسوي عليها كنترول، ويحول إياها من أي شكل سواء كانت سبيد، بوزيشن، تمبريتشر، برشر، يحول إياها إلى إشارة كهربائية يتم مقارنتها مع إشارة الدخل، وبالنتيجة يطلع لنا اليرا اللي هو راح يدخل إلى الكنترول ومن ثم إلى الأكشويتر وبعدها يروح إلى البلانت. إذن الأنبوت ترانسدوسر يدخل له فيزيكال سيجنال، يعني أي إشارة تدخل له أي شكل من أشكال الطاقة نسميها طبعا ميجران. بالنتيجة الأوتبوت مالته هو ريكوردبل سيجنال، ريكوردبل يعني إشارة قابلة للقياس، تقصد بها طبعا هي إشارة كهربائية. النوع الثاني من الترانسدوسر هو الأكشويتر، واللي هو يقوم طبعا بحولنا الفيزيكال سيجنال، اي فيزيكال سيجنال ايضا الى سور سيجنال، الى مصدر اشاره ايضا. طبعا قد يكون الاوتبوت مالت اشاره على سبيل المثال الموتور، الالكتريكال موتور يقوم بتحويل الاشاره الكهربائيه الى اشاره ميكانيكيه، او قد يحول مثلا الفالف مثلا حول لي الإشارة مثلا كهربائية إلى إشارة مثلا بوزيشن، وهكذا ممكن طبعا يقوم بها الأكتويتر. الأنبوت ترانسدوسر والسنسر طبعا الأنواع مالته أو مثل ما قلنا يقوم بتحويل الإشارة أي إشارة فيزيكال فينومينا أي ظاهرة فيزياوية إلى إشارة قابلة طبعا للقياس. بالنتيجة طبعا الأمور اللي ممكن يقيسها السنسر الأكسلريشن، لينير أور أنجولر بوزيشن، لايت انتنسيتي، برجر، ساوند، سترس، سترين فورس، تمبريتشر، وهكذا من أنواع الأمور اللي ممكن نقيسها، وبالتالي يحول لي هذه كلها إلى إشارة كهربائية. مثال على هذا النوع من أنواع السنسرات أو الأنبوت ترانسدوسر، وهذا اللي يقيس لي السنسر اللي يقيس طبعا الضغط. هنا عندي فد انسترومنت معين، عندي هذا الدايفرام، هذا الدايفرام اللي هو يكون معرض الى الضغط واللي يكون قابل طبعا للاهتزاز ويصير به ديفلكشن. عندي هنا يعني مصدر للضوء اوبتيكال سورس، طبعا هنا يقوم بارسال ضوء ويسقط على الدايفرام ومن ثم ينعكس وين على الاوبتيكال سنسر متحسس الضوء هذا. بالنتيجة طبعا في حالة انه ما عندي ضغط فاكو زمن الذهاب والإياب لهذه الإشارة الضوئية يستلمها، لكن بمجرد تسليط الضغط
راح يتحرك هذا الديفلكشن، فبالنتيجه زمن وصول الاشاره راح يتغير طبعا، بالنتيجه هذا الزمن هو راح من خلال عمليه كالبريشن او تعيير راح يعني يأشر لي مقدار الضغط اللي اني طبعا اللي مسلط على هذا الدايفرام. اذا الترانسديوسر قلنا عليه بشكل عام يقوم بتحويل البرايمري فورم انرجي انتو كورسبوندينج سيجنال ويز ا ديفرنت انرجي فورم، هذا الترانسديوسر بشكل عام. البرايمري انرجي فورم قد تكون ميكانيكال، ثيرمال، الكترومغناطيك، اوبتيكال، كيميكال، اذروايز يعني من انواع البرايمري انرجي. ومثل ما قلنا قد يكون سنسر هذا الترانسديوسر وقد يكون طبعا اكشويتر. مثال على السنسر على سبيل المثال مثل الثرموميتر، الثرموميتر ايضا يقوم بتحويل الحراره من درجه الحراره حولها الى شاره ربائيه، او مثل ما شفنا مقياس الضغط اللي قبل شويه. الاكشويتر على سبيل المثال هنا يعني تجي فولتيه وعندي على شكل هيتر، يقوم هذا الهيتر بتسخين نتيجة يعطيني درجة حرارة، هذا كاكتشويتر. اوكي، ممكن نصنف السنسرات الى تصنيف ما يسمى بالبرايمري سنسر والسكندري سنسر. هذا التصنيف هو حقيقة يعتمد على النمبر اوف ستيجز اوف ترانزدكشن، يعني اكو بعض السنسرات تقوم بتحويل هذه الإشارة يعني أي شكل أشواق الطاقة إلى إشارة كهربائية من خلال مرحلة واحدة فقط تقوم بالتحويل، وهنالك أنواع أخرى تتكون من أكثر من، يكون قد يكون سكندري وقد يكون أكثر من ستيج. على سبيل المثال مثلا الـ يعني مثلا الثرموميتر أو الثرموكوبل مباشرة يقوم بتحويل هاي الإشارة الثيرمال إنرجي إلى إشارة كهربائية، هاي مثلا يعني برايمري ستيج او يعني فيرست ستيج 1. بينما المثال اللي قبله هذا اللي شفناه مقياس الضغط لا يقوم على باكثر من مرحله، يعني مرحله الضغط تتحول الى ديفلكشن، هذا ديفلكشن يعني سقوط الضوء راح يتغير، فبالنتيجه هناك اكثر من مرحله الحقيقه. فبالنتيجه ذاك السنسر مقياس الضغط سمي سكندري من نوع السكندري، بينما الثرموميتر يكون من نوع البرايمر. اذا النمبر اوف ستيج او ترانزدكشن هو الحقيقه اللي راح يعنيني بالنسبه لعمليه التصنيف، فاذا كان من ستيج وحده برايمر، اذا كان اكثر من ستيج راح نسميه سكندري. ايضا تصنيف اخر للسنسرات ممكن نسميه احنا بالاكتف او الباسيف، اكتف او باسيف. طبعا الاكتف والباسيف طبعا يعتمد على الطاقه اللي يشتغل بها هذا السنسر. فإذا كان السنسر طبعا إذا كان السنسر يعني ما يحتاج طاقة، يعني الطاقة يولدها من الفيزيكال فينومينا من الظاهرة المالتة نفسها اللي يقيسها، فهذا نسميه طبعا باسيف. أما إذا المصدر يحتاج إلى external source، إلى مصدر خارجي حتى يشتغل هذا السنسر، راح نسميه أكتيف. إذا وجود الاكسترنال سورس نسميه اكتف، بدون ما موجود اي مصدر قدره خارجي حتى يشغل السنسر راح نسميه طبعا شنو باسيف. راح نسمي مثلا الثرموميتر او الثرموكبل هذا باسيف، لان ما اسلط جهد خارجي حتى يشتغل، لا مباشره الدنيا. لكن مثلا في مثلا ببعض المقاييس احتاج مثل القضايا اللي هي الاندكتنس مثلا يحتاج، لا هنا اسلط يعني اكسترنال فورس، يعني قصدي اسلط مصدر جهد خارجي حتى يقوم بعمليه الاشتغال. اوكي، هنا ايضا دا يتكلم على البرايمري ترانسديوسر والسكندري مثل ما تكلمنا عليه قبل شوي طبعا. وايضا هنا ممكن نصنف الترانسديوسر، طبعا اكو انواع كثيره من التصنيفات، قد نسميها انالوج ترانسديوسر، ديجيتال ترانسديوسر، نل ترانسديوسر، ديفلكشن ترانسديوسر، هنا مثلا نسميها كونفنشنال ترانسديوسر او مايكرو الكترونيك سنسر. يعني هاي التصنيفات طبعا يعني معروفه بالكتب يعني بالمصادر. ومثل ما قلت انا طبعا هاي المحاضره الحقيقه والمحاضره اللي قبلها يعني ممكن ترجعون الى المصدر نفسه، هذا الفصل الثاني طبعا والثالث
وحتى قلت من الأول طبعا، من يعني الثاني ثالث الصور الأولى كلش مهمة، تعطينا تغنينا بالقضاء بالبرنسبل اوف ميجرمنت طبعا. يعني مثل الكونفنشنال ترانسديوسر اللي هو مثلا الثيرموكابل او الكومباس مثلا الماجنتيك اللي تقصد قضايا الدايركشن اتجاه مثلا البوصلة. عندي مثلا بالمايكرو الكترونكس عندي مثلا فوتو دايود، الفوتو ترانزستور، البيزو ريزيستيف بريشر سنسر، هذه كلها طبعا المايكرو اكسلروميتر، الكيميكال سنسر، هذه كلها طبعا الدي ان اي ار ام، كل هذه طبعا هي تعتبر مايكرو الكترونيك سنسر، يعني نوع من التصنيفات الترانسديوسر. طبعا عندي مثلا امثله على البرايمري ترانسديوسر اللي هو نقصد به كون ستيج وحده، مثل الفوتو كوندكتر اللي هو مجرد يسقط الضوء راح تتغير المقاومه، بالنتيجه يتغير المقاومه اكيد يغير لنا طبعا التيار او الترتيب الهام. ايضا الفوتو دايود اللايت يعني سقوط الضوء على هاي السيمي كوندكترات اللي هي الفوتو راح يسوي لي يعني جريان بالكرنت، يعتمد على الانتنسيتي بالنسبه للضوء الساقط ايضا يعني ممكن. هذا عندي الممبرين بريشر سنسر، اذا تلاحظ هاي العمليه اللي هي عباره يعني يعتبر هنا عند البيزو ريزيستيف مثل البيزو ريزيستر عندي هنا يشكل على شكل متسعه، متسعه مثل ما نعرف احنا. عندي 3 بارامتر هي ممكن تتغير وغير لي قيمه الكاباسيتي، مثلا عندي الجاب بين تو بليتس، الاريا مالت التو بليتس، الدايلكتريك الماده العازله ما بيناتهم، هذا طبعا كل ما تتغير بالنتيجه يعني هذا الضغط راح بالنتيجه ياثر على المسافه بين الجاب بين التو، فبالنتيجه غير قيمه المتسعه ايضا ممكن اعتبره مقياس للبرجر. اذا البرايمري اند سكندري سنسر مثل ما قلنا البرايمري سنسرز هاف وان ستيج اون ترانسدكشن، بينما السكندري مور ذان وان ستيج، هل يكون 2 3 وهكذا يسموها السكندري. بالنسبه امثله البرايمري الفوتو دايود يعني قسمنا اللايت انتنسيتي اند اوت بوت سيجنال، عندي كوان فولتج او كرنت يعني، بينما السكندري مثل ما شفنا المثال في قياس الضغط. موضوع الباسيف اللي قلنا عليه طبعا انه السنسر must derive energy from somewhere to perform the converging of an electricity، يعني الطاقة الانرجي اللي يحتاجها عملية الconverging يعني من داخل او من داخل الوسط اللي يقيس طبعا يولد ذلك. فبالنتيجة نقدر نعرف الباسيف سنسر derives energy directly from the measure and اللي هو المكان اللي دار دقيس هاني البارامتر مالتي. The input stimulus energy is directly converted by the sensor into an electrical signal without the need of any electrical excitation signal، يعني ما احتاج الى external excitation signal. اوكي هذا فيما يخص. مثال على ذلك طبعا هو الثيرموكابل، لانه يعني قسمنا الثيرمال انرجي مباشره حولها الى الكتريكال انرجي. الاكتيف سنسور الحقيقه لا، هنا ريكوايرز ان اكسترنال اكسايتيشن، يحتاج الى مصدر قدره خارجي حتى يقوم بعمليه تشغيل هذا السنسور. على سبيل المثال اندكتيف بروكسيميتي سويتش، هذا على سبيل المثال، هذا طبعا مقياس ممكن يقيس لنا الموشن الحركه او الديسبليسمنت او يعني ممكن البوزيشن، هذا كله طبعا جهاز ايش يحتاج. طبعا تلاحظ هاي عندي قلب حديدي فيرو ماجنتيك باتر، تلاحظ فيرو ماجنتيك كور، هذا ان الكور هذا مقسوم قسمين بيناتهم جاب، جزء فيكست هذا جزء اللي هو حرف سي ثابت فيكست، وجزء الاخر اللي هو يكون موفبل متحرك مربوط بشيفت، هذا الشيفت طبعا راح يربط بالجزء المتحرك، يعني هذا يكون نحو اليمين او نحو اليسار، فكل ما يتحرك راح تتغير هاي الجاب. عندما يتغير هذا الجاب بوجود طبعا هاي هنا عندي مصدر خارجي سورس اي سي سيجنال، وهذا عندي ملف، هذا ملف، فما راح يولد مجال كهرومغناطيسي يعني يشبه الترانسفورمر طبعا، فكل ما هذا الجاب تتغير طبعا راح يتغير الفيض المغناطيسي، وبالنتيجه طبعا
التيار اللي راح يسري بالدائرة هذه راح يتغير تبعا علما تبعا لهاي الجار. تغير هذا الجار طبعا يعتمد عليه من على حركة هذا الموفابل شيفت هذا، بالنتيجة يعطيني الديسبليسمنت او الديستانس او البوزيشن وهكذا بالنسبة لل